انا معروفه خديجه المجديه اللي تحب القطط. اغلى حاجه اللي عندي هما القطط. عندي عزاز عليا القطط من الصغر ديالي. انا من الصغر ديالي مع ملي كنت صغيره وانا وخوتي كان الوالد الله يرحمه كل واحد والقط ديالو كل واحد بسميتو هكاك طبيت انا ديتها دائما وكيونسو. المهم من الواحد اللي كيعيش راسو سبحان الله بعدا كي شويه كينسيو الوحدانيه وهذا ومزيانين منفعين مزيان ما فيهم لا دقه. الناس كتقول لا فيها الدقه ما تقدرش تربي انشا ولا هادي ولا بنيته صغيره ما عندهم الحساسيه. بالعكس ما كيديروا حتى شي حاجه. حنا كيطلوا معايا وينعسوا معايا في البيت وياكلوا معايا. ما عمر الحمد لله زعما كانت شي حاجه مرض ولا شي حاجه معديه. عندي دابا شي كولي شي 28 ولا كاين اللي ماتوا لي شي 4 ماتوا لي. ما عنديش طبيب باش نمشي نديهم الطبيب. ماتوا واحد كان بدات بعدا كوليزا ما امكانيات ما كاينش كيبقى نبقى معاهم صافي كيموتوا. لا انا خص ضروري تديه الفيتيرينير باش يديروا لي لي بيكور وداك الشيء باش شويه. ما كيكونش عندي كيكون مريض وداك الشيء الفيروس ما كيطولش الخط. الا ما دغيا ما تجرش به الواحد عند الفيتيرينير كيموت. هذا جوني، هذيك غوزا، هذا بيدرو، هذيك بيلي، هذا بيلي الكبير، هذاك نيغرو، هذاك مايا مايكل. نقولوا مايكل يجي يجري كل واحد يعرف سميتو. هاي هذه بدا ديجا لي كاستري، راني كاستريتها. هذه بيلا، بيلا. هما كان ياكلوا اكثر يا يبغوا الحوت ديك الكابا. الا كتكون رخيصه هذه ديغا من كيلو ولا كنقليها لهم ونصاوبها لهم كنعطيها لهم. ما عطاهمش خضره باسكو الا كلاو الحوت خضر يقدروا يردوها. بقاي كنقليها لهم ونصايبها لهم وكنعطيها لهم. مره كنشريو داك لو باتي، مره لي بيسكاس لي كروكيت. هكا كاين واحد السيده مسكينه تلاقيتها هي باغ هازاغ هكا في شهر رمضان تلاقيناها هي هكا في هذا. مسكينه كانت عاونتني مره كتعاونني. الله يجزيها. انا ما عنديش انا دابا اللي يعطيني ولا يجي ولا زعما انا على قد الحال. القطوط بعدا سيرتو لي شا القطيطات كي نقول لك مولفي الناس وهما حنان وذكيين. ويقدر الانسان اي واحد واخا يقول لك فيه الدقه ولا فيه الحساسيه زعما ما يخافوش. ما فيهم حتى شي مرض عادي ولا هما مزيانين في الدار منفعين. اللي عنده الجاردان بحال الفيران يقبضوهم ما كياكلوهمش كيقتلوهم دوك لي كافا. زعما منفعين في الدار بزاف. وانا لاحظت الناس هنا في الرباط بزاف كتربي القطط بزاف. الرباط على ما نظن زعما يا اكثر من فاس اكثر من وجده اكثر. ولكن خصهم كلشي كيبقى يشكي خصهم الشبعيه بزاف. حنا كنتلاقانا يوميا كنهضروا مع الناس كنتلاقى معاهم في السويقه ولا هكا فشي بلاصه هنايا ولا كلشي باغي باش تكون جمعيه. كلشي تقريبا يوميا انا كنخرج كلشي باغي باش تكون جمعيه. كلشي كاين الناس هنايا يبغيو الحيوانات بزاف في الرباط الا ما لاحظت برا. كاينين ثاني اللي ما عندوش كيخرجوا كاين اللي ما كيكسرش كيهرب له 6 ايام ستيون غاس وشريها غالي. وما كانش اللي يقول له القط خصو 5 شهور 6 شهور خصو يتكسر باش ما يخرجش. كيهرب لهم كيمشي. كاين اللي كيضربوا الطوموبيل يموت. كاين اللي كيضربوا تجي هكا بغازاغ طوموبيل ولا كلب في الطريق ولا. المهم كنلقاهم لي غاس مساكين اما مضروبين في الراس اما ديال موليهم لان موليهم ما عارفينش بلي 5 مو 6 مو خصو يتكسر. المشكله ما كاينش هنايا الجمعيه اللي كانت سبانا كانوا بعدا يداووا فيها انا والناس وكلشي. دابا بقينا حاصلين. عندي بزاف المرض كاينين اللي خصهم كاستريهم اللي با كاستري كاين نلقى مشكل. الناس هما في الطريق اللي كنلقاهم عندهم لي شان كيهتم بهم. اغلبيه اكثر اللي كنشوف هي الرباط. ولكن خصها تكون جمعيه هنا اللي فين كانت ترفق بالحيوانات سبانا اللي حدا تما حدا البحر. كان بعدا كتنفع الناس بعدا كيجيو الناس كيداووا تما القطوط الكلاب. ودابا بقى كلشي كيتشكى كلشي كيحاصل. كاين اللي عنده باش يداويهم باش يكاستريهم وكاين اللي ما عندوش. دابا نتمنى ان شاء الله المسؤولين جميع المسؤولين تكون شي حاجه هنا في الرباط شي جمعيه اللي تساعدنا وتساعد هاد القطط ديال اللي مربيه في الدار. وكاينين اكثريه اللي برا مراض كاين اللي كيتخلاو عليهم الناس. ونتمنى ان شاء الله تكون شي جمعيه اللي باش الواحد يتعاون لان انا عندي انا بزاف ما كاينش اللي يعاونني فيهم.